سعيد لجميع المشاهدين بكل أنحاء الوطن العربي والعالم، أعاده الله علينا وعليكم بالمحبة والسلام، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية. مثل ما عم تحكوا صحيح، يعني موسم مسلسلات رمضان هو واحد من أهم المواسم بالنسبة لجميع القنوات والشاشات، واليوم أصبح كمان مهم للتطبيقات الإلكترونية. منافسة شديدة شهدناها هالعام بين شركات الإنتاج، الممثلين، بين الكتاب، بين المخرجين، من دون ما ننسى أيضاً تترات المسلسلات يلي دخلت حلبة المنافسة بشهر رمضان. الأكيد أنه الأبطال والقصة أو موضوع المسلسل عم بيشكلوا العناصر الأساسية لاختيار المشاهدين لمسلسلاتهم المفضلة، وهالعام كمان لاحظنا تنوع كتير كبير بالقضايا يلي تناولها كل عمل، ولكن أبرز القضايا كانت الثأر والانتقام بشكل عام، بالإضافة لموضوع أيضا مهم وهو الإرهاب والتطرف ونبذ العنف من خلال عدد من الأعمال التوثيقية مثل الاختيار 2 وهجمة مرتدة. يعني بمعنى تاني، موضوع الحب والغرام والعلاقات العاطفية كانت موجودة بأغلب المسلسلات ولكن بوتيرة خفيفة. خلونا نبدأ نحن وياكم مع أبرز الأعمال يلي عرضت على قناتي أبو ظبي والإمارات لهالعام، ويلي فعلا حققت نجاح واسع يشهد له. هذا الأمر نحن لمسناه على الأرض، أرض الواقع، وعبر صفحاتنا الإلكترونية، عبر التفاعل الكبير مع المسلسلات أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تابعنا المسلسل التشويقي الخليجي العربي حين رات يلي عرض حصريا على قناة أبو ظبي. هالعمل يلي عم شوف بعض المقاطع منه سلط الضوء على نبذ الإرهاب والتعايش بين الأديان، ومثل ما عم نشوف على الشاشة أيضا كثير كانت التغريدات والتفاعلات من الجمهور على هالعمل. أيضا من جهة تانية تابعنا الدراما الاجتماعية الكويتية نبض مؤقت، وهي قصة عائلة بحلوة ومرة ومشاكلها، وأهم المشاكل كانت الحرمان من نعمة الأمومة. موضوع المسلسل مثل ما لاحظت كان له صدى واسع على منصات التواصل الاجتماعي ولعب دور كتير كبير بنجاح هذا العمل. هلأ على صعيد الكوميديا تابعنا مسلسل علاء الدين، عرض أيضا حصريا على قناة أبو ظبي من بطولة نجم الكوميديا عبد الناصر درويش، اللي لعب دور رجل خمسيني بيواجه أحداث عديدة مع بناته الاثنين قمر وشمس يلي عايشين معه. واكيد يلي تابع هذا العمل بيعرف انه الكوميديا جدا مطلوبه وجدا مهمه، وان شاء الله نكون قدرنا لبينا له رغباته الكوميديه. يبا سامحني، من زمان ما تمرنت، الميزانيه يعني رايحه شوي، لك عليها. ايه لك عليها، وجهي راح من الميزانيه هذه مالتك. اكيد كمان من دون ما ننسى مشاهدينا مسلسل مطر صيف يلي كمان له صدى كثير واسع كان على السوشيال ميديا خلال هيدي الفترة. بننتقل هلا للمسلسل السوري العربي، وجدا مشوق كان هالمسلسل 350 جرام، هو من بطولة عابد فهد، سلوم حداد، وكريم رزق الله، وحكي قصة نوح الريس وهو محامي محنك مع فايز الأشقر، الشخص صاحب عصابة إذا فينا نقول، والقضايا يلي كمان تداولت ويلي كمان كانت مشوقة مثل ما قلت بالبداية، لأنه كل يوم كان عم بيصير فيها أحداث جديدة. ووصلنا لآخر حلقة، واللي حضر الحلقة بيعرف أنه ما حدا طلع ربحان. رح ننتقل معكم من 350 جرام ونروح لمصر، وتحديدا للبيئة الصعيدية المصرية. تابعنا مسلسل النمر، هذا المسلسل أنا تابعته شخصيا، النجم محمد إمام كان بطل بكل معنى الكلمة. هو شاب صعيدي هرب من الثائر للقاهرة واشتغل بصياغة الذهب ودخل بصراعات كبيرة مع حيتين الصاغة والتجار. هلأ نسبة كبيرة من الاهتمام ومن الصدى على السوشيال ميديا نال هذا العمل، استحسان وإعجاب الجمهور ورواد السوشيال ميديا صراحة كان واضح، وكثير من الشباب لاحظنا بالبداية عملوا ذات اللوك الخاص بالنمر. هذا الأمر أكيد بدل على نجاح الشخصية والعمل. مننتقل كمان بمصر لمسلسل الاختيار 2. هلأ صراحة يعني خليني أقولها مثل ما هي، بتصور هذا المسلسل هو الأفضل هذا الموسم، رغم أنه هالنوعية من الأعمال الوطنية تعد نوعا ما مغامرة كبيرة، ولكن المخرج بيتر ميمي نجح بالجمع بين المشاهد الوثائقية والدراما، فهالعمل تناول فترة تاريخية قريبة جدا وتم تقديمها بشكل رائع ومليء بالمشاعر.
بذات الإطار كمان بذات الأجواء هجمة مرتدة. هجمة مرتدة هذا المسلسل يلي كتار من الأشخاص تبعوا تفاصيله، ويمكن تسلسل الأحداث بهالمسلسل خلق حالة من التشويق والإثارة، وكشف العمل عن وجود مؤامرة خارجية على مصر والمنطقة العربية من العام 2011. الهجمة المرتدة والاختيار اثنين، هالمسلسلين كان فيهم كل مقومات النجاح، ديكورات متميزة، إخراج رائع، أداء النجوم بكل الأدوار كان جيد جدا، بعتقد هيدول العناصر المطلوبة بكل عمل ناجح. رح انتقل أنا وياكم من قناة أبو ظبي لقناة الإمارات. على قناة الإمارات الكوميديا كانت نوعا ما مسيطرة، مسلسل بناتنا سعود كان الأبرز، وهو عبارة عن قصة عائلية اجتماعية بقالب كوميدي حول مسعود تاجر السيارات يلي توفت زوجته وتركت له 4 بنات، فقرر عدم تزويج بناته لأنه معقولة يطالبوه بحقهم بالميراث، وأكيد يلي تابع القصة بيعرف الأحداث يلي صارت. من ناحية تانية مسلسل اللي نحبهم، هو أحداثه بدأت من الفريج والطموح والشهرة وانتهت بمواقف كوميدية لا تعد ولا تحصى. هلأ على صعيد الدراما الاجتماعية الخليجية تابعنا مسلسل 60 يوم يلي تطورت أحداثه من إطلاق نار وتهديد شخصي لسيناريوهات تشويقية بقالب سريع من الأحداث الدرامية. وأخيرا وليس آخرا من دون ما ننسى مسلسل على صفيح ساخن، هالمسلسل تابعناه على تطبيق اي دي تي في وعلى قناة أبو ظبي دراما. كل العناصر يلي شكلت هالعمل كانت ناجحة، من القصة للممثلين للإخراج. هالأمر طبعا انعكس على رواد السوشيال ميديا يلي أثنوا بشكل كتير كبير على هالعمل. أنا ما بتهددت، ولا خطواتك اللي بتخطيها أنا راسمها، الهواء اللي بتتنفس ورخصته بتطلع من عندي. ما في إله كهلال، في حاجة نمردة. مشاهدينا وزملائي، هيدي كانت جولتنا المحلية، محلية عم بحكي على صعيد البيت هون، على صعيد أبو ظبي للإعلام، قناتي أبو ظبي وقناة الإمارات، وأيضا كمان شفنا تطبيق أي دي تي في وأبو ظبي دراما. هيدول هن أبرز المسلسلات يلي انعرضت، ويلي يعني الحمد لله كان لهم صدى واسع وصدى إيجابي أهم شيء على السوشيال ميديا. أنا رح أرجع أنتقل لعند زملائي على الاستوديو. بالفقرة الثانية رح نحكي عن المسلسلات يلي تابعناها على محطات تانية كمان كلها رواج كتير كبير، فتحية منا لألون.